السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راح نشرح المادة العملي في الإدارة اللي هو دخل فيها إن شاء الله الاختبار النهائي. أول موضوع عندنا في المادة العملي بيحكي عن الشيفتنج ريبورت. الشيفتنج ريبورت معناه تقرير اللي هو تغيير المناوبة. كنا نزلنا مستشفى وشفنا لما بتغير الشيفت وبيجي الشيفت اللي بعده، فبيحكوا مع بعض. في عندنا ثلاث أنواع على الشيفتنج ريبورت: في عندنا جنرال ريبورت ميثود، في عندنا كيس ريبورت ميثود، وفي عندنا اللي هو جروب ريبورت ميثود. نعرف كل واحدة، تمام؟ الأولى الجنرال ريبورت ميثود اللي هو قال لي اون ديوتي نيرس، الممرض اللي شغال في المهنة قاعد مداوم على الشيفت، توجذر ويذ مع مين؟ مع الكومينج نيرس، مع الممرض الجديد اللي جاي يسلم الشيفت عنه. ار تيكينج بتكلموا مع بعض اباوت ذا ديبارتمنت، ايش بتكلموا؟ طلعوا ركزوا، ثلاث تعريفات: الممرض في القسم مع اللي جاي جديد يسلم المناوبة. الاثنين بتكلموا عن، هنا في الجنرال ريبورت بتكلم عن ديبارتمنت القسم، والكلاينت ان جنرال ستيتمنت بتكلموا مع بعض عن المرضى بشكل عام، المرضى والقسم. فالجنرال ريبورت ميثود الممرض اللي شغال مع اللي يسلم القسم بتكلموا عن القسم والمرضى بشكل عام. جنرال ستيتمنت كلمة هذه مميزة مع الجنرال ريبورت. لكن الكيس ريبورت ميثود اسمها كيس ريبورت، طريقة الحالة، بيحكوا عن كل حالة حالة. الممرض الشغال مع الجديد كلهم قال لي go to وين بروحوا؟ للأساند روم، إذن غرفة خاصة. And clients والمرضى and discuss بيناقشوا every case separately، كل حالة بيناقشوها لحالة. فالجنرال ميثود قلنا بيناقشوا القسم والحالة، الحالات المرضى. جنرال ستيتمنت جمل عامة. لكن في الكيس ريبورت قال لك بيناقشوا كل حالة بشكل ايش؟ سيبريتلي، منفصل. اما الجروب ريبورت ميثود طريقة التقرير المجموعة هنا، قال لك all nurses، قال لك جروب، فهي كلمة all nurses مميزة. كل الممرضين in the assigned department في قسم معين make a conversation، بيعمل محادثة about حول الديبارتمنت القسم، لكلاينت المرضى، لدمش حالات الدخول، حالات الخروج، discharge client الى اخره. and this may be done when في الكريدور، ممكن هذا الكلام او الجروب ريبورت ميثود ممكن تصير في الكريدور في الممر. فعندنا 3 shifting report، لما تغير الشيفت في عندنا 3 ريبورت. في عندنا جنرال ريبورت ميثود وهي بميزها انا من الجنرال ستيتمنت، وفي عندنا جنرال كيس ريبورت ميثود بميزها من الكيس سيبريتلي، وفي عندنا جروب ريبورت ميثود هذا بميزها انه اول نيرز وممكن التيم وين في الكرادورز. اوكي، هذول هم الشيفتنج ريبورت، تغيير الشيفتات وما هي الريبورت اللي بالتيم. في ان انا important points، بعض النقاط المهمة regarding لمين؟ للشيفتنج ريبورت. يعني لما انا بدي اعمل شيفتنج ريبورت سواء كان جنرال ولا كان كيس ولا كان جروب ريبورت، بدي انا في عندي نقاط مهمة لازم انا استخدمها في هذا الكيس، في هذا الريبورت. قال لي بي الارت، كن واعي for the following client information، حول هاي المعلومات اللي انا بدي احكي، هاي المعلومات اللي انا 13 معلومة خليني في بالك لما بدك تعمل شيفتنج ريبورت. رقم واحد جنرال نوتس، ملاحظات عامه اباوت ذا ديبارتمنت، عن القسم. لما بيعملوا شيفت تغيير شيفتات بعض ضبوط بيحكوا بعض الملاحظات العامه عن القسم، صار شغله معينه في القسم، اجى حدا راح حدا بده شغله، شيء مميز او جمل عامه. فقال لك جنرال نوتس عن القسم. اثنين نيم اوف كلاينت، بقول لك محمد احمد عمره كذا اجى امبارح على القسم، ها اسماء المرضى اللي في القسم. ثلاثه دايجنوسيس، تشخيصه مثلا دايابيتك مليتا السي في اي، تشخيص المرضى. 4 ميديكيشن، كتب له الدكتور هيك ادويه. 5 تاريخ الدخول، فبيجي بقول له على طول مريض اسمه كذا، تشخيصه كذا، له ادويه كذا، دخل الساعه كذا امبارح مثلا. والامبورتنت تشينج اوف كيس، ايش التغيرات المهمه في الحاله؟ والله كان عنده مثلا شريه مسكر كثير، فتح شويه، كان تعبان، خف الوجع، بعض التغيرات المهمه. 7 اوبريشن، هل له عمليات؟ هل له سيرجيكال انترفينشن؟ له مثلا حاجه معينه بدنا نعمل له اياها بتدخل طبي. 8 اف ذير از سبيسيفيك بروسيجر اور نوت، هل في له بروسيجر معين ولا لا؟ اذا في احكوا لي. 9 تايب اوف دايت، نوع اكله نورمال ولا في له اكل خاص؟ 10 لابوراتوري تيست، من الـ CBC كان عنده رات بلاد سيلز مثلا واطي ولا عالية، هل هي نورمال أو ابنورمال؟ 11 بريزنت اوف الرجي، هل عنده حساسيه من اكل معين، دواء معين ولا لا؟ 12 بروجنوسيز، تطور بعض الحالات، في بعض حالات الجسم ايش صار لها تطور، هل جود ولا باد بروجنوسيز ولا ايش صار لها. 13 سبيسيفيك باس هيستوري، بعض الهيستوري الخاص فيها. فانا عندنا امبورتنت بوينت عن الشيفتنج ريبورت، خليك منتبه، بتيجي على الجسم بتحكي جنرال
نوت عن الجسم، تحكي اسماء المرضى، تشخيصاتهم، الادويه تاعتهم، تاريخ الدخول، بعض التغيرات المهمه في الحالات، اذا له اي تدخل طبي، اذا له اي بروسيجر ولا لا، نوع اكله، التحاليل تاعته، حساسيه عنده ولا لا، تطور في بعض الحالات، وبعض الباست هيستوري. هذا بخصوص الشيفتنج ريبورت. نيجي لبعد في شيء اسمه هوسبيتال فورمز. هوسبيتال فورمز معناه نماذج المستشفى، اللي هو بكون على المكتب تاع التمريض. في عندك مليون نوع من الورق، بتلاقي تاع التحاليل وتاع سي بي سي وتاع كيمستري وتاع سي تي وتاع ام ار اي وتاع ستول وتاع يورين، كبشة ورق. هذا هو الورق تبع النماذج، اللي هو الطلبات الاوردر الفورم تبع المستشفى. فقال لي انا هوسبيتال فورمز نماذج المستشفى needed for المحتاجة التي يحتاجها المانجمنت نيس، المدير المانجر الممرض بطلب هاي النماذج في مكان عمله في الأقسام. إيش بده؟ سهلين جدا، كبش عنا في إن الجرافيك شيت. الجرافيك شيت كنا زهقانين، هالورقة تاعت الحرارة اللي عليها المخطط، الورقة البيانية هي جرافيك شيت. اثنين، اوردر شيت. اوردر شيت شيت معناها ورقة. اوردر شيت ورقة طلبات بده يطلب فيها أوامر سواء أو للطبيب. ثلاثة، فولو اب شيت، ورقة المراجعة تكون في نفس المريض. أربعة، ميديكيشن شيت، ورقة الأدوية بيكون فيها الأدوية سواء كانت ورقة صغيرة تحت الأطباء أو ما يسمى بالكاردكس اللي عندنا. خمسة، نيرسينج نوت شيت تاعت النوت تاعنا. ستة، كونسنت فورم، نموذج الموافقة تبع العمليات وما إلى ذلك. هذا الكونسنت فورم بيستخدموه للأوبريشن وللأذر بروسيجر زي السي تي والام ار اي. ركزوا، الام ار اي والسي تي ايضا بدهم ايش؟ كونسنت فورم. سبعه، يعني اقول لك في الامتحان كونسنت فورم يستخدم للاوبريشن اونلي؟ لا. سبعه، بريبريشن فور اوبريشن شيت، في عندنا تجهيزات للعمليه، عارفين الورقه تاعت دخل فك اسنانه ضبه اواعي مضى فهم. ثمانيه، الكاردكس. انا حسب ما بحثت عن النت، الكاردكس ايش الفرق بين الكاردكس والميديكيشن شيت؟ الميديكيشن شيت ورقه ادويه اللي هي الكاردكس عندنا، اما الكاردكس حسب ما فهمت انه هاي ورقه بنحط فيها ايش؟ زي جنرال ريبورت او جنرال كونكلوجن عن مين؟ عن حاله المريض. تسعه، المهم هي الكاردكس. تسعه، ميديكيشن ايش؟ تكست. هذه الميديكيشن تكست اعتقد مش عندنا، بحث عنها على النت مش موجوده. تذاكر الادويه قال لك احفظ انه اليلو 2 تايم، الجرين 3 تايم، اللون اليلو الاصفر 2 تايم، والجرين 3 تايم، والبلو 4 تايم، والريد على الاغلب هي معناها 5 مش 4 على الاغلب، لانه مش موجود على النت، بحثها ما لقيتها. وايش التايم هذا؟ ربما تكون معناها هذه انه مثلا اليلو مرتين في اليوم، الجرين 3، البلو 4، الريد 5، لكن بحثت عنها كثير ما لقيتها. انتوا على كل حال احفظوها زي ما هي، الميديكيشن تكست اليلو 2 تايم، الجرين 3 تايم، البلو 4 تايم، والريد هي في الكتاب هنا 4 بس اعتقد ربما تكون ما بعرف 4 ولا 5 تايم. المهم 11، لابراتوري تيست فورم، ورقة للتحاليل السي بي سي، كيمستري، سيريولوجي، كلتشر. 11، اكس راي شيت، الترا ساوند شيت، السي تي شيت، ام ار اي شيت، كل هذول. 12، كلتشر للنعم المزرعة، سنسيتيفيتي شيت سواء لليورين ولا بلاد ولا باص، في مزرعة لليورين، مزرعة للبلاد، مزرعة كذا. 13، بايوبسي شيت لتاخذ عينة من المريض، بايوبسي او اوتوبسي شيت اللي هو ورقة اللي هو تشريح الجثة الأوتوبسي. ميلك أوردر شيت، هاي الميلك أوردر شيت لقيت على النت ورقة للحليب، بحط فيها بنتي تاريخ الحليب بعد مدة معينة أو إذا له حليب معين ولا لا. 15، ميديكيشن أوردر شيت، ورقة بطلب فيها الطبيب ميديكيشن. 16، دايت أوردر شيت، أكل للمريض، هل ليكويد سوفت ريجولات. 17، بلاد أوردر شيت، ورقة الدم بدك إذا وول بلاد ولا بلازما ولا باكج أر بي سي وما إلى ذلك. في عندنا 18، أنا admission sheet ورقة دخول. في عندنا central supply sheet ورقة اللي هو central supply إذا أنا بدي أدوات مركزية للجسم. 20، report sheet ورقة تقرير سواء كان regular report أو incidence report. 21، اللي هو laundry sheet ورقة الغسيل. 22، غسيل اللي هو الشراشف. 22، repair of error sheet اللي هو ورقة لتصليح أي شيء بيخرب في الجسم. 23، death سيرتيفيكيت شيت ورقة شهادة الوفاة. 24، ترياج فورم شيت اللي هو تاعت الترياج، جرين واليالو والريد والبلاك، هذول كلهم من الفورمز للهوسبيتال اللي بيطلبهم المانجر ليدر، الهوسبيتال فورمز. نيجي لستة، رقم ستة او رقم خمسة عنا هنا، الديلي اوردرز فور الديبارتمنت، في عندنا طلبات يومية او طلبات القسم اليومية، ديلي اوردرز
ديلي اوردرز، طلبات يوميه للجسم. زي ايش عندنا طلبات يوميه للجسم؟ سنترال سبلاي زي بانديج وكاتيتر جوز، فينا لاند سبلاي للغسيل، فينا ميديكيشن، فينا خاصه الديلي لوز زي الديكلوفين الديكورت. 4 انترافينوس فلويد، اي في فلويد نورمال سلاين جلوكوز كذا. لابراتوري اوردر يورين كاب بلاد تيوبس كلتشر، هذا كله يومي بديها انا. 6 ريت اوردر سواء سوفت او بلاند او دايبيتيك. 7 مسيلوانس اوردر او متنوع ايا كانت، فهذول من الديلي اوردر للجسم. 6 عندنا هنا مانثلي سكجول، الجدول الشهري. احنا عملنا طلبوا منا جدول اسبوعين، هنا جيب لك الكتاب عن جدول الشهري. اغلب اللي كان في الاسبوعين تقريبا في الشهري موجود، نفس نفس الايش البروتوكول تقريبا. قال لي فينا امبورتنت بوينت وين دوينج مانثلي سكيدجول، فينك بعض او نقاط مهمه جدا لما انت كرئيس قسم كجود مانجر نيرس بدك تعمل جدول للموظفين اللي عندك. كان ريح قال لك جدول شهر معك ايش؟ معك يعني زي ما يسمون بحبيحه في التوزيع الجدول. المهم قال لك كان بي الارت، كن منتبه. ليش منتبه؟ انا بدي انتبه. قال لي هنا بي الارت، كن منتبه لعدة الشغلات. فور ذا فولوينج ايتم، العناصر التاليه. تو دو، عشان تعمل ايش؟ كوركت سكيدجول فيد، عشان تعمل جدول شهري بشكل صحيح. رقم 1 هم مترقبين بالغلط. المهم نبدا في 2 احنا. الهيد نيرس مدير القسم، رئيس القسم، الهيد نيرس قال لي هو بكون توب مانجر، ماست بي ستريت مورنينج، لازم يكون ايش يداوم؟ مورنينج في الصباح، وذ وان فاكيشن ويكلي، مع اجازه اسبوعيه. له اجازه في الاسبوع، تمام؟ فالهيد نيرس لازم وقتش دوام، احنا لو عندنا جدول اسبوعين، قال له خليه يداوم كل يوم مورنينج ما عدا جمعه وسبت اجازه. اللي هو الاوف، اليومين في الاسبوع اجازه. ولما يأجز خلي نائب رئيس القسم يكون مداوم بداله. تمام. المهم هنا قال لك الهيد نيرس اللي هو التوب مانجر لازم يكون وقت ايش في المورنينج، ويكون معاه وان فاكيشن ايش ويكلي في الاسبوع، وان فاكيشن. 2 افري نيرس، كل ممرض ماست هاف وان فاكيشن، كل ممرض في القسم له وان فاكيشن ديلي ان ويك ات ليست. يعني انا ان هو طبيعي لنا اجازتين في الاسبوع، اوكي، اللي هو مش اجازتين، هم بيحكي عن الاجازه الثانيه. المهم انه كل ممرض له في الاسبوع وان فاكيشن، اجازه واحده في الاسبوع على الاقل، هو له ثنتين، لكن لو انا بدي اضغطه في كذا ايش زي هيك، له اجازه واحده في الاسبوع على الاقل، اجازه واحده، تمام؟ 3 ريجسترد نيرس اللي هم البكالوريوس ماست نوت ورك توجذر ويز اوت براكتيكال نيرس، ممنوع يعني قدر المستطاع ما تخليهوش يشتغل بدون براكتيكال نيرس، لانه هذا البكالوريوس له شغل والبراكتيكال نيرس له شغل، فالدبلوم شغل له والريجسترد له شغل، فتشغلش البكالوريوس بدون ايش؟ دبلوم. 5 دونت ليت براكتيكال نيرس، ما تخليش البراكتيكال نيرس يشتغل لحاله، لازم يكون ايش؟ ريجسترد نيرس مع راسه. 6 او 7 او 5 4 المهم قال لك يو مي انكريز ذا نمبر، انت بتقدر تزود عدد الشيفت، يعني مثلا منهم هم 4 تخليهم 5 تخليهم 6، تزودهم في المورنينج شيفت في الصبح، يعني الصبح مسموح لك تزود عدد الموظفين ما عدا يوم الجمعه، يوم الجمعه تزودهم مش الصبح، تمام؟ مسموح لك يعني الاسبوع كله تزود عدد الموظفين الصبح ما عدا الجمعه تزودهم. 7 افري نيرس، كل ممرض كان ورك نايت ديوتي، كل ممرض ممكن يشتغل نايت يعني يبات ينام في المستشفى في القسم from 1 to 3 time في الاسبوع، يعني في الاسبوع مسموح لك تنام من مره لثلاث مرات تاخذ نايت، من مره لثلاثه، اذا كل ممرض مسموح له من مره الى من 1 ل 3 time weekly. 8 نيرس must take off day، لازم انا اخذ اوف day يعني اجازه، اوف day هاي اوف after night duty، بعد ما هو ياخذ نايت ثاني يوم اعطيه ايش؟ اوف. اليوم اخذ نايت نام في المستشفى ممنوع بكره يشتغل، اعطيه اوف بكره، تمام؟ طيب 9 prefer to a nurse to work evening، يفضل للناس اللي بده يعمل evening، evening مساء، مساء يعني مش بيات مش night evening، يفضل اللي بده يعمل evening shift return after night day، يعني يفضل انه ممرض is preferred للناس اللي بده يشتغل evening shift return after night day، يرجع بعد يوم يعني يأجز يوم بعدين يداوم شغل مرة ثانية. هاي الجملة بتوضحها. 10 قال لك هنا في السلف فوق when return from off day، لما الممرض يشتغل او يرجع من الاوف day، مش اخذ night، الليل اخذ night بكره اعطانا اوف، قال لي night duty اخذ اوف day بعد night، قال لك يفضل انه يشتغل evening duty not morning، يعني واحد نفس اللي فوق قال لك كان يفضل للناس انه يشتغل ايفنينج شيفت بعد النايت دي، يعني لما ياخذ نايت وياخذ بعد النايت اجازه اوف دي، بعد الاوف دي هذا تجيبوش صباحي، جيبوا ايفنينج، جيب لي ايش؟ ايفنينج بدل الصباح. 11 بي فير، كن عادل، ها
كن عادلا when distributing the vacation، خليك عادل لما توزع ايش الفاكيشن اجازات بين الناس، خاصة في فرايدي كلهم بدهم اجازة يوم الجمعة، فانت كن عادل في توزيع الاجازات، وزعهم في الاسبوع، كل جمعة ياخذوا مثلا 5 اجازات زي هيك. 12 نايت ديوتي ماست بي ايكوال، النايت البيات النوم لازم يكون ايكوال متساوي لكل الناس في الجدول، يعني كل واحد مثلا يكون له يوم في الاسبوع، كل واحد يومين في الشهر مثلا كلهم 3 أو 4، فيكون متساوي لكل الموظفين 13. بالفعل يفضل انه النايت ديوتي تكون من 6 ل 8 مانثلي، ركزوا ركزوا بالرقم 13 وبين رقم 7، 7 قال لك من مرة لثلاث مرات في الأسبوع تمام، أما 14 أو 13 قال لي هنا 6 ل 8 مرات في الشهر، يعني مسموح لك تنام في المستشفى من 6 ل 8 مرات في تاخذ مرات في الشهر، في الشهر خطك في الامتحان يبدأ في الشهر الأسبوع ركز. طيب اللي بعده قال لي total hours كل الساعات اللي في الشهر by end of schedule في نهاية الجدول لكل موظف في القسم بين حوالي 170 ساعة، فأنت احنا أخذنا في عملنا جدول الساعة أسبوعين 74 ساعة، هنا قال لك جدول الشهر لازم ينتهي جدول يكون لكل ممرض أو كل ممرضين القسم داوموا في الشهر 170 ساعة زائد ناقص شوي مش هتفرق، بس حوالي 170 الراوند ده كام؟ 170 ساعة. 15 you can use 2 days ممكن تستخدم يومين as a feast days when emergency exists، يعني بإمكانك تستخدم يومين كأيام عيد لما يكون في emergency. 16 double shift، double shift is prohibited محظور، ممنوع تداوم double shift صباح من مساء مساء من مساء، رانا هنا في الجدول هنا في الكتاب عندنا double shift ممنوع، prohibited ممنوع double shift تمام. هنا قال لك انه digested or practical nurse، digested nurse او the practical nurse هذول must not work separately، يعني انت تشغلش ريجستد لحال وبراكتيكال لحال، لا هذول الاثنين البكالوريوس والدبلوم نوت وورك سيبريتلي ويز اوت اذر، ممنوع يشتغلوا لحالهم بدون بعض، لازم تحط بكالوريوس مع دبلوم. اوكي 18 الاي سيمبول اللي هو اختصار الاي معناه مورنينج صباحا، هذا فينا نوعين من الاختصارات، في اي بي سي وفي عندنا الاختصار الثاني، اي بي سي بالتركيز، اي بي سي ترتيب، اي صباحي، بي مسائي، سي سهر اللي هو النايت، فقال لك الاي هو مورنينج صباحا، البي هي ايفنينج مساء، والسي هي نايت اللي هو ايش سهر. في اختصارات ثانيه اللي اخذناها في الجدول الثاني هذاك انه المورنينج الصباح بيختصروها اي، اي معناها مورنينج، والايفنينج بيختصروها اي، اي اللي هو ايفنينج، والنايت ان، فانت يا بتقول ام اي ان او بتقول اي بي سي، انت لك ايش لك حريه الاختيار، لك حرية الاختيار في هذا الشأن. بعد كده نحكي عن الكونفليكتس رقم 8، الكونفليكت ريزوليوشن ان نيرسينج، حل النزاعات وين؟ في التمريض، في عندنا كونفليكت كثير نزاعات في التمريض بدنا نحلها انا، فقال لك الكونفليكت ريزوليوشن ان نيرسينج في اول شيء مقدمه، قال لك مقدمه انتدكشن اف يو هاف تو ديل، لو انت كان عليك اذا كان عليك التعامل وذ اذر بيبل مع اشخاص اخرين، يو ويل انت sooner or later قريبا او متاخرا عاجلا ام اجلا have to deal with conflict، راح يصير او راح تواجه صراعات او نزاعات، فلو انت يجب عليك تتعامل مع الناس الاخرين اليوم ولا بكره راح يتوجب عليك تتعامل مع مين؟ مع الكونفليكت النزاعات والصراعات. قال لي الكونفليكت معناها ايش؟ قال لي ان inherently bad، قال لك ان الكونفليكت النزاعات تمام هي not inherently bad، هي مش سيئه مش سيئة، قال لي انفكت في الحقيقة يعني الكونفليكت مش سيئة، قال لي في الحقيقة conflict simply stem from differing viewpoint، قال لك انه الكونفليكت الصراعات او النزاعات هي جاية من وين؟ تنبع من اختلاف وجهات النظر، تنبع من وين؟ من اختلاف، فوقتش بيصير صراع بينهم، بخش بيصير نزاع لما يختلف وجهات النظر، فقال لك انه هي مش باد، مش انهرنتلي باد اللي هو الكونفليكت، لا قال الكونفليكت هي باختصار جاي من وين؟ من اختلاف الفيو بوينت وجهات النظر. قال لي سينس نو، سينس نظرا انه نو تو بيبول، فيش شخصين في العالم فيو ذا وورد يروا العالم او ينظروا الى العالم اكزاكتلي بالضبط ذا سيم واي، فيش اثنين في العالم شايفين العالم زي بعض بالضبط، فيش شخصين ينظران الى العالم بنفس الطريقه تماما مستحيل، فيش اثنين يفكروا زي بعض. قال لي ذلك، قال لي الديس اجري، ديس
agreement اللي هو الخلاف، يعني يصير نزاع وصراع واختلاف بيني وبين صاحبي وزميلي وابوي واخوي وامي وخالتي is quiet. هو طبيعي، امر طبيعي. اذا الخلاف امر طبيعي، ليش؟ لانه فيش اثنين في الدنيا بيشوفوا العالم زي بعض، لا. ف الديسأجريمنت الاختلاف انا كويت نورمال طبيعي. ان فاكت في الحقيقه اني وان اي شخص، هذه مهمه الجمله، في الحقيقه فوق قال لك انه الخلاف ممتاز وطبيعي لانه بنفكرش زي بعض. فانا بده يجيب لك جمله تانية. ايش هي الجمله التانية؟ انه لو صار انت بينك وبين اي شخص فيش خلاف، كيف يعني؟ قال لي اني وان اي شخص هو اجري، اي شخص بضل يوافقك، هو اجري وذ يو، هو دائما بيوافق في الرأي. زي مين؟ زي الخطيبين الجديد، قال لك anyone who agree with you all of the time. ها، في الواقع من المحتمل انه اي شخص يضل طول الوقت اجري معك موافقك في الرأي. قال لك is probably telling، هو من المحتمل، في الواقع من المحتمل انه ايش؟ انه telling you، انه يخبرك what you want to hear. انه ايش يخبرك؟ اي شخص بيتفق معك طول الوقت هو من المحتمل انه يخبرك بما تريد ان تسمع، not what he or she actually believe، وليس ما يعتقده بالقول. يعني لو انت لقيت اي شخص في الدنيا على طول الوقت بيقول لك او موافق، او بحكي لك اشياء انت بتحبها، اتاكد هو لربما يكون ايش قاعد بحكي لك وبخبرك عن اشياء اللي انت بتحب تسمعها او اللي انت بتريدها ومتفق عليها، مش الاشياء اللي هو اصلا بيعتقدها بالقول، لا. تمام؟ فنرجع نعيد الجمله. Anyone اي شخص هو اجري بيوافقك with you all time، كل وقت بيوافقك، قال لك is probably tell، هو من المحتمل انه يخبرك ايش؟ من المحتمل انه يخبرك what you want to hear، ماذا انت بتحب تسمع وتريد ان تسمع. ولكن حط لك فصل وقال لك not what he or she actually believe، وليس بالضروره ما يعتقده هو بالقول، لا، هو بيحكي لك ايش انت بتحب وايش انت بتوافق. اوكي؟ طيب، the reason conflict، السبب في ان الصراع has received such bad press، يعني السبب انه الناس بتكره الصراع والنزاع واخذت عنه فكره سيئه. ها، the reason، السبب انه الكونفليكت، الصراع، يلقى، has received، يلقى received such bad press، يلقى انطباعا سيئا. اي السبب؟ is because، ليش الصراع والنزاع الناس اخذت عنه فكره سيئه وما تحبوش؟ قال لي because of emotional aspect that come along with it، بسبب الجوانب العاطفية التي تصاحبه. لما أنا وصاحب نختلف بنكره بعض وبنعصب على بعض بنغلط على بعض، لا يا عمي، الاختلاف موجود، طبيعي نختلف ويصير خلاف بيننا. أوكي؟ فالناس تكره الخلاف لأنه بما ينتج عن الخلاف اللي هو فيه أوامر عاطفية تتبع أو إيش تصاحب الاختلاف. قال لي when there is conflict، لما يكون هناك خلاف، it is means، هذا يعني ماذا يعني بالخلاف؟ that there، أن هناك is strong disagreement. لما أقول في conflict يعني هناك في إيش؟ في عدم توافق كبير، في strong disagreement، مش أجري يوافق، disagree عدم موافقة. فلما يكون في خلاف هذا يعني أن هناك إيش؟ عدم موافقة كبيرة between، بين مين؟ بين two or more individual، بين اثنين فأكثر. ما ينفعش واحد يخالف حاله، فيش conflict بنفسك، مع أنه اليوم في conflict داخلية، أنت نفسك تختلف مع نفسك، لكن احنا بنحكي بشكل عام هنا أنه الconflict بين اثنين فأكثر من الأشخاص. تمام. يعني the conflict، الصراعات، are usually in relation to interest، يعني هي صراعات غالبا هي ايش؟ relation، علاقة to interest، اهتمام، or ideas، افكار that are personally meaningful. يعني هي الخلاف، هي الكونفليكت، عادة ما تكون انه الاحد الاطراف الاثنين المختلفين، واحد منهم احد الاطراف المعنية او كليهما، تكون بايش؟ اختلاف حول اهتمام او حول ايديز، افكار ذات، هي الافكار personally meaningful، لها معنى كبير، معنى شخصي to rather one or both، لاحد الاطراف للمختلفين او للاثنين، اذا معنى شخصي of parts involved. يعني هذا الخلاف انه صار عندك معنى شخصي او شيء تاني بين اثنين خلافوا عليه. تمام، هذا هو معنى الكونفليكت اللي هو في ان سترونج ديس اجري بين شخص. هاي الكونفليكت يوجوالي ان ريليشن، انه في ان انترست، اهتمامات او افكار، هاي الافكار والاهتمامات هي ايش؟ لها معنى شخصي تو راذر وان، لشخص من الاثنين او للاثنين، لهم معنى شخصي فيها، وكل واحد باخذ الجنب اللي بحبه.
نيلة أنا للآن مانجد كونفليكت، أنا بيني وبين صاحبي صراعات وما حليناهاش، في كونفليكت صراعات واختلافات لم تحل. قال الآن مانجد كونفليكت كان ليد تو فايولنس، طبيعي لو اثنين مختلفين ودائما مختلفين هذا الاختلاف راح يؤدي بينهم يوم لايش؟ للضرب، يضع لهم يخلفوا بعض، يخلفوا بعض لما يوم ايش؟ يضربوا بعض، يودي الى الفايولنس الاديان العدوان ان ان سب اوردينيشن والعصيان. لو كان في خلاف بين رئيس القسم وبين السب اوردينيت راح السب اوردينيت يخالفه ويبطل يصير يعصي، يبطل يتبع اوامره. فقال لك الان مانج كونفليكت كان ليد تو فايولنس اند ان سب اوردينيشن. طيب قال لي نوتس اي سيد، لاحظ ها، قال لك اللي كتب هذا الكتاب او اللي بشرح شو بقول له، قال لك لاحظ انا قلت ايش؟ الان مانجد الكونفليكت اللي ما تمش حلها، لان يعني عدها يقول لك الكونفليكت منيحه، الصراعات بتبين وجهه نظر ثانيه. اذا قال لك الكونفليكت اللي ما تمش حلها هي اللي راح تؤدي ل فايولنس وانسب اوردينيشن. ذا كي المفتاح تو مانجينج كونفليكت، المفتاح لحل النزاعات والصراعات افكتيفلي بشكل فعال، از تو ليرن، انك تتعلم ذا سكيلز نيسيسري، المهارات الضروريه تو بيكام، عشان تصبح ا جود كونفليكت مانجر. فالحل عشان تحل النزاعات تتعلم المهارات اللي تخليك جود كونفليكت مانجر، ممرض او مدير بحل نزاعات بشكل جيد. وي ار جوينج تو اكزامين، احنا رايحين عايش، احنا جيت بالشرح راح نمشي لفحص 3 مين ارياز، ثلاث اماكن بيصير فيها ايش؟ الكونفليكت الصراعات. قال لي ان انتر بيرسون وان نو وان ريليشن شيب، في اللي هو الصراعات العلاقات الشخصيه، اند نيجوتيشن المفاوضات، في ان في المفاوضات، في ان في الاجتماعات، وعندنا في الصراعات، نحكي عنهم واحده واحده تمام. قال لي اول ذو الرقم ذير ار سيميلاريتي، في هناك تشابه كبير بين الثري اريا، بين الصراعات الشخصيه وبين الصراعات في الاجتماعات وفي المفاوضات، في هناك سيميلاريتي، تشابه كبير بينهم. لكن قال لي ايتش وان، كل واحده من هذول الصراعات لها سلايتلي ديفرنت سلانت، لها تميل الى اختلاف بسيط تمام، شويه بتختلف عن الثاني. قال لي ايش هذا الاختلاف؟ ديبندنج، بيعتمد على مين؟ على السيتنج، على المكان اللي صار فيه كونفليكت تمام. ليتس تيك، دعنا انه ننظر الى ايش؟ لوك، ننظر للايتش وان، لكل واحده منهم ليتل مور ديتيلز، بتفصيل اكثر، اند اي ويل شو، وراح يظهر لك لقدام ايش هو بقصد هذا الكلام، راح يبين لنا ايش بقصد هذا الكلام. اول شيء نبدا بايش معنى ايش معنى الكونفليكت، ديفينيشن اوف كونفليكت، تعريف الصراع او النزاع او الاختلاف. الكونفليكت حسب الويبستر ديكشنري عرف الكونفليكت هي ثلاث كلمات، شارد ديس اجريمنت، الخلاف الحاد. الكونفليكت هي الخلاف الحاد، شارد ديس اجريمنت، او الى تعريف ثاني قال لي اوبوزيشن اوف انترست، اوبوزيشن معارضه الانترست المصالح، الخلاف هو صار في تعارض بين المصالح، اوبوزيشن اوف انترست، تعارض المصالح، او اوبوزيشن لمين؟ للايديا، الافكار، تعارض الافكار. فعندنا تعريف اللي هو الكونفليكت هو شارد ديس اجريمنت او اوبوزيشن اوف ايديا او اوبوزيشن للانترست. ايضا كمان بمعنى اخر تعريف الكونفليكت ان انذر وورد يقول لك هي ايش الكونفليكت؟ وات اي وانت داز، وات اي وانت داز، ما انا ما اريد انا تمام، not match what you want، لا يتطابق مع ما تريد. هذا هو الصراع، اللي انا بدي اياه لا يتطابق مع اللي انت بدك اياه. نروح نتغدى، انا بدي شاورما وهو بده كباب، بتطابقش مع بعض. ها اي وات اي وانت، ما انا اريده does not match، لا يتطابق what you want مع ما تريده، ايش مع ما تريده، ما انا اريده لا يتطابق مع ما انت تريده. نجي هنا في ان بعض اللي هو الكونفليكت ريزوليوشن كان بي ديفايند از، الكونفليكت ريزوليوشن حل الصراعات او النزاعات كان بي ديفايند، ممكن تعرفه كايش؟ ممكن نعرفه كايش؟ قال لك ذا بروسيس اوف ريزولفينج ا ديسبوت، يعني هي عمليه حل مين؟ الديسبوت او الكونفليكت، ديسبوت معها هي الكونفليكت، هي عمليه حل مين؟ النزاعات، باي ايش؟ باي بروفايدنج ايتش سايد، لما النزاع هو بين اثنين، بين شخصين او بين جروبين او بين مجموعه من الاشخاص. فحل النزاعات هي عمليه حل الصراع من خلال بروفايدنج، توفير ايتش سايد نيدز، توفير احتياجات كل جانب، زي ما صار عندنا في الجانب غزه وجانب اسرائيل،
كل واحد عنده احتياجات، فهو عشان يحل الصراع اللي بينهم بده يوفر احتياجات كل جانب and adequately addressing their interest. التعامل مع اهتماماتهم الانترست بشكل مناسب، انه يلبي احتياجات كل جانب ويتعامل مع احتياجاتهم بشكل مناسب. So لذلك that they are satisfied، لذلك هم ايش راح يكونوا الجانبين سعداء، satisfied راضيين عن حالهم، with outcome عشان يكون الجانبين الطرفين راضيين عن outcome النتائج، انت بدك تلبي احتياجات كل جانب وتتعامل مع اهتماماتهم بشكل مناسب. بعد قال لي هنا الـ conflict resolution aims، تهدف يعني ما هي أهداف حل الصراعات؟ قال لك تهدف to end conflict، تهدف إلى إنهاء النزاعات. ما خملناش، قال لي before هدف الـ conflict resolution هي هدفها تنهي النزاعات before، قبل they start، قبل ما تبدأ، أو قبل إنه lead to physical fight night. يعني أنا هدف الـ conflict resolution إني أنا أنهيها قبل ما تبدأ أو قبل ما هاي النزاعات والصراعات تؤدي إلى physical fight، إلى أضرار جسدية أو صراعات أو قتال. This usually involve two or more groups، هذا راح يضمن اثنين فأكثر من الجروبات المجموعات، with opposing view، إلهم اثنين فأكثر من المجموعات إلهم آراء مختلفة regarding specific issue، يعني لهم آراء مختلفة نحو قضية معينة. And another group يعني جروب واحد أو اثنين فأكثر لهم آراء مختلفة عن قضية معينة، والجروب الثاني أو الأشخاص الثانيين who is considered to be in neutral. يعني أنا عندي كيف قصده هنا؟ قصده بالضبط إنه عندنا two group، مثلا عندنا زي ما قلنا غزة وإسرائيل، two group، هذول two group أو أكثر، with opposing view، الاثنين هذول الجروب عندهم آراء مختلفة، هذا بدوش حرب، هذا بدو حرب، بدو تحرير، بدوش كذا، فكل واحد له إيش opposing view حول قضية معينة. And another group، مين هو هذا الجروب؟ اللي هو مصر، الوسيط المصري أو وسيط آخر أو ناس تانيين individual، هو أي ناس تانيين يعتبر another group consider، يعتبر إيش neutral in their opinion، متعادل. يا عمي طب شوية حذف مهان عندك شوية وانت اطلع شوية، بدي يكون محايد. فعندنا جروبين مختلفين، والجروب الثالث هذا بيكون هو ايش نيوترال، معادل محايد، بحاول يحل الصراعين بين الاثنين in their opinion on the subject، بحاول يكون معادل ويحل الصراعات. This last bit through is quite often not entirely demand، يعني قال لي هنا this هذا اللي حكينا عنه الوسيط اللي بين الاثنين هذولا، last bit through is quite راح يكون له not entirely demand، فيش اعتماد كله على الوسيط هذا. if the outside group، اذا هذا الوسيط اللي هو outside group الجروب الخارجي الوسيط المصري will respected by all opposing parts، يعني قال لك مش راح يكون يعني this past bit through the quit، this boss هذا كان اللي قلناه اللي بين القوسين اللي قلناه فوق هذا او الناس اللي فوق، of not entirely demand مش راح يتم الاعتماد عليهم بشكل كامل ما لم انه يتم احترام الوسيط هذا من قبل الشخصين او الجروبين بينهم نزاع. يعني راح يجي يحل بين مشكلة بين اثنين، هذا الشخص اللي يحل المشكلة مش راح نعتمد عليه ما لم انه يكونوا الشخصين المختلفين بيحبوه بيحترموه، تمام؟ لازم يكون respected by all opposing parts، الطرفين بيحترموا هذا الوسيط. الـ resolution methods، طرق حل الصراعات، في عنا أربعة طرق أو ثلاث طرق. هو عنا هنا conciliation اللي هو التوفيق، توفق بين الطرفين conciliation. في عنا mediation الوساطة، طرق حل اللي هو النزاع، إما conciliation توفيق أو mediation الوساطة بينهم، أو اللي هو بسموها arbitration، الابيتريشن اللي هو التحكيم تحكم بينهم، او يسموها هاي الاسم تاني الليتيجيشن التقاضي، تروح على قاضي وتحكم، يعني قاضي بيحكم بينهم. فعندنا كونسيليشن وعندنا ميديشن، كونسيليشن التوفيق وميديشن الوساطه، والثالثه اللي هو التقاضي او التحكيم تحكم الاثنين، اما بسموها ابيتريشن او يسموها ايش ليتيجيشن، تمام؟ خلونا نتوقف هنا عشان نكمل في استراتيجيات حل النزاعات، نكمل وين؟ في استراتيجيات حل النزاعات. يعطيكم العافية، السلام عليكم.